بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة الكرام بكل خير مع المحاضرة الأخيرة من القسم الأول من الإحياء في ثوبه الجديد، القسم التربوي والعقائدي، وهي المحاضرة الخامسة والأخيرة من القسم العقائدي. نتحدث في هذه المحاضرة عن يوم القيامة وما بعده بإذن الله تعالى. أول أهوال يوم القيامة نفخة الصور. قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ومن في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ويقول تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقال سبحانه: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فلو لم يكن بين يدي الموت إلا هول تلك النفخة لكان ذلك جديرا بأن يتقى، فإنها نفخة وصيحة يصعق بها من في السماوات والأرض، يعني يموتون بها إلا من شاء الله وهم بعض الملائكة. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن، يعني الصور، قد التقم قرده واستمع الأذن حتى يؤمر بالنفخ فينفخ. قال مقاتل: الصور هو القرن، وذلك أن إسرافيل عليه السلام واضع فمه أو فاه على القرن كهيئة البوق، وهو شاخص بصره نحو العرش ينتظر متى يؤمر فينفخ النفخة الأولى. فإذا نفخ صعق من في السماوات والأرض، أي مات كل حيوان من شدة الفزع إلا من شاء الله، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. ثم يأمر الله ملك الموت أن يقبض روح جبريل ثم روح ميكائيل ثم روح إسرافيل، ثم يأمر ملك الموت فيموت، ثم يلبث الخلق بعد النفخة الأولى في البرزخ 40 سنة حتى يحيي الله تعالى إسرافيل فيأمره فينفخ النفخة الثانية، وذلك وفقا لقوله تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، أي على أرجلهم ينظرون إلى البعث. يقول الغزالي: فتفكر في الخلائق وذلهم وانكسارهم واستكانتهم عند الانبعاث خوفا من هذه الصعقة، وانتظارا لما يقضى عليهم من سعادة أو شقاوة، وأنت فيها فيما بينهم منكسر كانكسارهم، متحير كتحيرهم، بل إن كنت في الدنيا من المترفين الأغنياء المتناعمين، فملوك الأرض في ذلك اليوم هم أذل أهل الأرض وأصغرهم وأحقرهم، يوطؤون بالأقدام مثل الذرة. وعند ذلك تقبل الوحوش من البراري، والجبال منكسة رؤوسها مختلطة بالخلائق بعد توحشها ذليلة ليوم النشور من غير خطيئة تدنست بها، ولكن حشرتهم شدة الصعقة وهول النفخة وشغلهم ذلك عن الهرب من الخلق والتوحش منهم. قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت ثم أقبلت الشياطين المردة بعد تمردها وعتوها وأذعنت خاشعة من هيبة العرض على الله عز وجل، تصديقا لقوله تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فتفكر في حالك وحال قلبك هنالك. إذن الآن الكل خرج من القبر وحشروا في أرض المحشر. كيف هي صفة أرض المحشر وأهل المحشر؟
يقول: ثم انظر كيف يساقون بعد البعث والنشور حفاة عراة غرلا إلى أرض المحشر، أرض بيضاء قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى عليها ربوة يختفي الإنسان وراءها ولا وهدة ينخفض عن الأعين فيها، بل هو صعيد واحد بسيط لا تفاوت فيه، يساقون إليه زمرا. فسبحان من خلق الخلائق، جمع الخلائق على خلاف أصنافهم من أقطار الأرض، إذ ساقهم بالراجفة ثم تتبعها الرادفة، الراجفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية. فحقيق لتلك القلوب أن تكون يومئذ واجفة، ولتلك الأبصار أن تكون خاشعة. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، يعني مثل العجينة البيضاء، ليس فيها معلم لأحد، ما فيها قصور ولا إشارات لأحد، الناس كلهم على صعيد واحد. ولا تظنن أن تلك الأرض مثل أرض الدنيا، بل لا تساويها إلا في الاسم. قال سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قال ابن عباس رضي الله عنه: يزاد فيها وينقص، يعني في الأرض، وتذهب أشجارها وجبالها وأوديتها وما فيها، وتمد مد الأديم العكاظي مثل السجادة، أرض بيضاء مثل الفضة لم يسفك عليها دم ولم يعمل عليها خطيئة، والسماوات تذهب شمسها وقمرها ونجومها. فانظر يا مسكين في هول ذلك اليوم وشدته، فإنه إذا اجتمع الخلائق على هذا الصعيد تناثرت من فوقهم نجوم السماء، وطمست الشمس والقمر، وأظلمت الأرض لخمود سراجها، فبينما هم كذلك إذ دارت السماء من فوق رؤوسهم وانشقت، والملائكة قيام على حافاتها وأرجائها، فيا هول صوت انشقاقها في سمعك، ويا هيبة ليوم تنشق فيه السماء مع صلابتها وشدتها، ثم تنهار وتسيل كالفضة المذابة، تخالطها صفرة فصارت وردة كالدهان، وصارت السماء كالمهل، وصارت الجبال كالعهن، واشتبك الناس كالفراش المبثوث، وهم حفاة عراة مشاة. قال صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: قلت: الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك يا عائشة، يعني الأمر أكثر من هول المطلع، لا يستطيع الإنسان أن يفكر بهذه الطريقة. قال أبو هريرة: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاة، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم، يسيرون على وجوههم. قيل: يا رسول الله، وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. يقول الغزالي: من طبع الإنسان الآدمي إنكار كل ما لم يأنس به، ولو لم يشاهد الإنسان الحية وهي تمشي على بطنها كالبرق الخاطف لأنكر تصور المشي على غير الرجل، والمشي بالرجل أيضا مستبعد عند من لم يشاهد ذلك. فإياك أن تنكر شيئا من عجائب القيامة لمخالفته قياس ما في الدنيا، فإنك لو لم تكن قد شاهدت عجائب الدنيا ثم عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشد إنكارا لها. فأحضر في قلبك صورتك وأنت واقف عاريا مكشوفا ذليلا مدحورا متحيرا مبهوتا منتظرا لما يجري عليك من القضاء بالسعادة أو بالشقاوة، وأعظم هذه الحال فإنها عظيمة. صفة العرق. ثم تفكر في ازدحام الخلائق واجتماعهم، فأشرقت عليهم الشمس وقد تضاعف حرها، ثم أدنيت من رؤوس العالمين كقاب قوسين، فلم يبق على الأرض ظل إلا ظل الله عز وجل رب العالمين، ولم يكن من الاستظلال به إلا المقربون، ولم يمكن من الاستظلال به إلا السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم الخلائق تتدافع ويدفع بعضهم بعضا لشدة الزحام واختلاف الأقدام، وانضاف إلى ذلك شدة الخجلة والحياء من الافتضاح والاختزاء عند العرض على جبار السماء.
فاجتمع وهج الشمس وحر الأنفاس واحتراق القلب بنار الحياء والخوف، ففاض العرق من أصل كل شعرة حتى سال على صعيد القيامة، ثم ارتفع على أبدانهم على قدر منازلهم عند الله، فبعضهم يبلغ العرق ركبتيه، وبعضهم يبلغ حقويه، وبعضهم يبلغ شحمة أذنيه، وبعضهم يكاد يغيب في العرق. يعني الناس يوم القيامة يتعرقون جدا، وكل واحد يكون حسب أعماله، فبعضهم يكون العرق عند كعبيه، وبعضهم إلى الركبتين، وبعضهم إلى الخاصرة، وبعضهم إلى الحقوين، وبعضهم إلى الشحمة، وبعضهم يغرق في عرقه بحسب أعمالهم. يقول المقداد بن الأسود رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الناس الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم: فالله ما أدري ما يعني، ميل الكحلة أم ميل المسافة؟ قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه. فتأمل يا مسكين في عرق أهل المحشر وشدة كربهم، وفيهم من ينادي فيقول: ربي أرحني من هذا الكرب ولو إلى النار. وكل ذلك ولم يلقوا بعده حسابا ولا عقابا، فإنك واحد منهم ولا تدري إلى أين يبلغ بك العرق. واعلم أن كل عرق لم يخرجه، اسمعوا هذه القاعدة، اعلم أن كل عرق لم يخرجه أو عرق لم يخرج كل عرق لم يخرجه التعب في سبيل الله، كل عرق لم يخرجه التعب في سبيل الله من حج وجهاد وصيام وقيام وتردد في قضاء حاجة مسلم وتحمل مشقة في أمر بمعروف ونهي عن منكر، فسيخرجه الحياء والخوف في صعيد القيامة ويطول فيه الكرب. ولو سلم ابن آدم من الجهل والغرور لعلم أن تعب العرق في تحمل مصاعب الطاعات أهون أمرا وأقصر زمانا من عرق الكرب والانتظار في يوم القيامة، فإنه يوم عظيمة شدته طويلة مدته.